السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي، معكم أستاذ هشام مومني من قناة المعلومة تي في. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. بالنسبة لأول زيارة لي في القناة ديالنا مخصصة تصحيح الفروض المحروسة خاصة ثالثة إعدادي تقريبا لجميع المواد، خاصة المواد اللي كنخدموها بشكل جيد هي الرياضيات، الفيزياء، التكنولوجيا وأيضا اللغة الإنجليزية. دونك في هذا الفرض هذا في هذا الفيديو هذا غادي نصح معكم واحد الفرض محروس في مادة علوم الحياة والأرض، غير هو غادي نصحوه بطريقة مختلفة، لأن الصراحة علوم الحياة والأرض يعني ما كان فهم فيها والو، حتى أنا ما قريتها من الثالثة إعدادي، ما قريت علوم الحياة والأرض، وبالتالي ما يمكنش نصححها معكم كما الطريقة المعتادة، ولكن ما بغيتش نبخل عليكم ونوفر لكم يعني ونوفر لكم داك العناء اللي غادي تبغيو ديروا، لأن فاش كتبغيو تيليشارجيو شي فرض محروس كاين اللي مكيعرفش يتيليشارجي، وبالتالي كيتيه بين الصفحات، كيبقى يدخل هنا تيليشارجي هنا سير هنا وكيتبرصط وما كيعرفش يتيليشارجي وكيلقى صعوبة في التالي كيسمح بداكشي. دونك انا جبت لكم الفرض مع التصحيح ديالو بطريقة بسيطة، يعني ما تضرب لا تمارة لا والو، مباشرة غتمشي للفرض وغادي تلقى التصحيح. دونك انا وجدت لكم في الصفحة ديال الفيسبوك اللي هي بروف هشام مومني، انا غتلقاو فرض محروس مع التصحيح في مادة علوم الحياة والأرض للثالثة إعدادي الأسدس الثاني. جبت لكم الفرض، الفرض راه واضح بكاليتي مزيانة، لاحظ معايا كلشي مقري، وأيضا فاش تخدم الفرض كاين التصحيح ديالو. دونك التصحيح هو كاين التصحيح هنا بشكل جيد، يعني واضح بكاليتي مزيانة. دونك من الأفضل غادي تجي تخدم النموذج بعدا، يعني الفيسبوك هذا يعني كلشي كيعرف يسجل الفيسبوك، يكفي انك تجي لهنا ودير اوريجستري، ودير اوريجستري سيغ لو تليفون، وغادي تحتفظ به في التليفون ديالك وحتى تخدمو على خاطرك. دونك هاد الطريقة هادي اللي عجبتكم اصدقائي ما تبخلوش عليا بها، قولوا لي راه عجبتنا هاد الطريقة هادي، اجيو للفيسبوك انا وخليو لنا واحد الكومونتير زوين، لان ديك الكومونتيرات هي اللي كتخلينا ندير هاد الفيديوهات ونستمر معكم. ونقدم بهذه الطريقه هذه اللي عجبتكم نجيب لكم حتى المواد الاخرين مثل اللغه الفرنسيه، يعني شي حاجه اللي بعيده على التخصص ديالي حتى نجيبوها لكم، اللغه الفرنسيه واللغه العربيه الى غير ذلك. دونك ما تبخلوش لينا بزير لايك، وعلاش لا ما تبارطاجوش مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو اخر باذن الله.